السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تلاحظ في هذا الدرس كاين بزاف الفقرات سيباري، يعني ما كتحس براسك كتفرج في مسلسل مترابط. كاينه فقرة كتفهمها كنديروا ليها لابليكاسيون، فقرة كتفهمها كنديروا ليها لابليكاسيون. صحيح. الان دابا ان شاء الله في هاد لا سيونس هادي غادي نهضروا على لا ديستونس اونتر بوان اي بلون، وغنشوفوا شي فقرات اخرين باش ما نبقاوش نقسموا الفيديوهات على اجزاء صغيرة جدا. اذا الان بغينا نشوفوا المسافة بين نقطة ومستوى. إذا حنا عندنا واحد لو بلون اللي هو بي، لي كوردوني ديالو شنو هنا؟ ليكواسيون ديالو هي AX بليس بي إيكغيك بليس سي زد بليس دي إيكالا زيرو. صحيح. ونعتبرو عندنا واحد النقطة اللي هي الإحداثيات ديالها هي إكس أ إيكغيك أ زد أ. المطلوب منا هو نحسبوا المسافة بين النقطة والمستوى، يعني بحال الا قلتي المسافة بين النقطة ومستقيم هو الإسقاط ديالها العمودي. حنا دابا بغينا المسافة بين النقطة والمستوى، شحال هذه تكون المسافة بين النقطة والمستوى؟ كنطبقوا القاعدة ديالنا باختصار. أول حاجة خصك تعرف أن الرمز ديال المسافة بين النقطة والمستقيم كنديروا ليه دي، كنفتحوا القوس كنديروا أ بوان فيرغيل بي بين قوسين سد القوس. مزيان. اذا هذه هي كتشوف هذا الرمز كتعرف الاول هو الرمز ديال النقطه ما فيهش قوسين وهذا فيه قوسين وراه بغينا المسافه بيناتهم. مزيان. اذا اشنو كنديروا من بعد؟ باختصار كنديروا لواحد الكسر واحد القيمه المطلقه، كنشدوا لا فالور ديال هاد ا هاد لي كوردوني ديالها اكس ا ايغريك ا زد ا وكنعوضوهم في ليكواسيون وكنديروا لا فالور ابسولي حيت خاص الريزلت تخرج موجبه. داكشي علاش غادي نديرو هنا ا اكس 0 بليس بي ايغريك 0 بليس سي المهم اكس ا استسمح ايغريك ا تحت سميتهم اكس ا ايغريك ا ثم زد ا بليس دي. هادي بعدا ها هي باينه مقسومه على غاسين ديال ا او كاري بليس بي او كاري بليس سي او كاري. اذا فوالا هاد القاعده حنا ما غاديش ندخلوا في الحيثيات ديال البرهان ملي جات اون جينيرال باش نعرفوا ان حنا عارفين ان الكوردوني ديال فيكتور نورمال هو ا بي سي. دونك هاد ليكسبريسيون هذا كيعبر ليا على لا نورم ديال فيكتور نورمال ديال فيكتور نورمال المنظم ديال المتجهه المنظميه بالدارجه العبار ديال داك السهم المنظمي. مفهوم؟ حيت ا بي سي راه كيمثل لي كوردوني ديال فيكتور نورمال. دونك باختصار حنايا دابا درنا هاد ليكسبريسيون هذا، اش خاصنا استاذ؟ اش خاصنا؟ خاصنا واحد المثال حيت باقي ما باينش لينا البلان ديال هادشي اللي قلتيه استاذ. مزيان. غادي نديرو واحد ليكزومبل بسيط ونشوفو اشنو غادي يعطينا هاد ليكزومبل هذا. نعتبرو مثلا عندي هنا اكس موان 3 ايكغيك بليس 2 زد بليس مثلا 4 ايكالا 0 هو ليكواسيون كارتيزيان ديال بي. ونعتبرو واحد النقطة ا لي كوردوني ديالها 1 0 2. عزيز عليا ندير 0 باش ملي كنحسب يجي الحساب خفيف على اي. اذا الان بغينا المسافه ما بين هاد النقطه والمستوى بي. اذا كنجبد هاد الخط كنلوح هنا وهنا ثم كنعوض واحد ثم موان 3 فوا 0 مشات موان 0 بليس 2 فوا زد سي 2 فوا 2 سي 4 بليس 4 على غاسين ديال اش ديال ان بليس موان 3 او كاري سي 9 بليس 2 او كاري سي 4. دونك 4 بليس 4 8 8 بليس 1 9 لا فالور ابسولو دو 9 سي 9. دونك القيمه المطلقه ديال 9 9 حيت القيمه المطلقه ديال العدد الموجب هو عدد موجب. ثم 4 زائد 9 13 زائد 1 14 على غاسين 14. دونك فوالا بغينا نتخلصوا من الجدر فينا المقام غادي نديرو 9 غاسين 14 سيغ 14. دونك حنايا حسبنا هنا ما غاديش ندخلو الوحدة سنتيمتر متر، حنا راه غير في الماط الشباب. دونك جيسبيغ انه تكونو الامور واضحة هنا مزيان، و بيان سيغ هادشي تقدر تاخد فيه شحال من فكرة مهمة. مثلا هنايا لو انه كانت المسافة ما بين النقطة والمستوى
صفر هذا راه كبير، اما النقطه كاينه فوق المستوى. دونك كاين بزاف د الاشياء هنايا نقدروا نشوفوها من بعد ملي غادي نشوفوا تمرين متكامل الاسئله. ما بغيتش نطيح لكم في التمرين المتكامل الاسئله قبل ما تشوفوا هذه الفقرات. الان غادي نشوفوا البرودوي فيكتوريان حيت غادي نحتاجوه حتى هو دقائق وساعود. اذا الان غادي نتعرفوا على لو برودوي فيكتوريان. اذا لو برودوي فيكتوريان ما بين الدروس اللي كتشافت في اولى بكالوريا علوم رياضيه متفقين. اذا هاد البرودوي فيكتوريان اون جينيرال تشافت في الاولى بكالوريا، وجو كخوا كاينين الناس ديال سيزيام كذلك علوم تجريبيه شافوهم في اخر سنه. بون اون جينيرال الرمز ديالها هو كنديرو ا بي وواحد الرمز بحال مثلث وكنديرو ا سي بحال هكا. طبعا حنا عارفين ان لو برودوي سكا يعني سكالير يعني الجداء السلمي ديال متجهتين كيعطي عدد، مي الجداء المتجهي كيتسمى البرودوي فيكتوريال كيعطي متجهه. دونك اشنو كيسيني في اش كيعني هذا التعبير؟ مثلا نفترض عندي واحد الفيكتور ها هي ا فوالا ا بي، وعندي هنا واحد الفيكتور اللي هو مثلا ا سي. دونك حنا نعتبرو ا بي ا سي صافي. اذا ا بي ا سي الور راه هاد ليكسبريسيون هذا كيعطيني لي كوردوني ديال واحد الفيكتور اللي تقدر تكون نورمال على هاد لو بلون. دونك ا بي ا سي. دونك حنا غير باش نوضحو لكم غنبدل الترتيب باش نحترم. دونك كيعطيني لي كوردوني ديال واحد الفيكتور اللي هو نورمال صافي. دونك دابا هادشي دابا كله هو ليكسبريسيون ديال لي كوردوني ديال الفيكتور نورمال، يعني تعبير ديال الاحداثيات ديال المتجهه المنظميه على المستوى. دونك حنا اللي كيهمنا من هادشي كلشي كيفاش استاذ كنحسبوا هادشي، وبها هادشي بعدا ما نديروا به بلا نعرفوا كيفاش كنحسبوه مزيان. اذا غنعتبروا هنا عندي واحد الفيكتور ا بي لي كوردوني ديالو واحد زيرو موان سانك، واحد لو فيكتور ا سي لي كوردوني ديالو 2 1 3. دونك بغينا حنايا ا بي برودوي فيكتوريال يعني فيكتوريال ا سي. الامر بسيط كنديرو واحد ديتيرمينو واحد المحدده ا بي هي الاولى هي هادي كنستفها فيرتيكال، ا سي هي الثانيه كنستفها حتى هي فيرتيكال، وكنحط هنايا اي جي كا كنحطهم بهاد الشكل. كاين عاوتاني شي وحدين اللي كيدخلهم هكا كيعتبرهم بطريقه عاديه، يعني باختصار كيمشي كيحطهم بهكا نيت عادي وكيحسب هدف هذا. بون انا درت لكم هكا وكل الطريقه ديالو، وشوفوا نتوما البروفيشنال مولف لكم في القسم وخدموا به. دونك كيفاش دابا غنبسط هادشي؟ اولا هادشي كلش كيعطي واحد الديتيرمينون فوا اي موان واحد الديتيرمينون فوا جي بليس واحد المحدده فوا كا مزيان. اذا اش كندير دابا؟ كنغطي اي غير خصكم تعرفوا هنا اللي كاين فيه موان هنايا بليس وهذا بليس عند جي بوحدو موان. كنغطي اي هادي غطيت اي. اذا اش كيبقى ليا؟ كيبقى ليا زيرو واحد ناقص خمسة ناقص ثلاثة. كنغطي الجي في الوسط كيبقى ليا واحد جوج ناقص خمسة ناقص خمسة ناقص ثلاثة. كنغطي هاد التحت كيعطيني واحد جوج زيرو واحد. إذا زيرو في ناقص ثلاثة هو زيرو، زيرو ناقص 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 خمسة هي خمسة، دونك غتعطيني خمسة إي. ثم موان موان تروا هنا ناقص ثلاثة ناقص مهم ناقص ناقص عشرة هي زائد عشرة، دونك هي سبعة مع الناقص هي ناقص سبعة جي. ثم واحد في واحد 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 ناقص صفر هي واحد كا. دونك لي كوردوني ديال ا بي يعني ا بي فيكتوريال ا سي هو خمسة موان ست بليس ان يعني واحد. باختصار هذا هو التعبير. كنتمنى ان الامور تكون مفهومه مزيان. بيان سيغ بيان سيغ بيان سيغ فو بوفي اوسي حيت حنا دابا هادو دابا هادو لي فيكتور ما بغيتش ندخلهم انا في الديتيرمينون ونتعامل معاهم انايا كي بحال احداث. بون المهم هذه هي لا ميثود ديال برودوي فيكتوريال. الان غادي نشوفوا فقرات اخرى
اللي هو لا ريبريزونطاسيون باراميتريك. اذا تسناونا، اذا في هاد لا سيونس غنحاول ما امكن نستغلها ونهضر على الفائده ديال لو برودوي فيكتوريال اللي كنت شرحته في الحصه اللي فاتت. اذا تبعوا معايا باش تفهموا. دابا نورمالمون بعض المرات كيكون عندك لي كوردوني ديال 3 بوين، مثلا نفترض عندك لي كوردوني ديال ا، مثلا ا هي اكس ا، يغريك ا، زد ا، وعندك لي كوردوني ديال بي هي اكس بي، يغريك بي، زد بي. ثم عندك سي هي اكس سي، يغريك سي، زد سي. صافي. اذا حنايا الان عندنا 3 ديال لي بوين. المطلوب منك عندك سؤال، الاسئله كتعطى بهذا الشكل. اولا يا اما مثلا مونتري مونتري كو ا بي اي سي فورم ان بلان، سيتادير بالعربيه بين ان بين ان ا و بي و سي يكون مستوى. اذا باش نقدروا نقولوا على ان ا و بي و سي يكون مستوى، خصنا نبينوا انهم ماشي مستقيمين. الا كانوا مستقيمين راه ما غيكونوش مستوى. الا كانت ا و بي و سي، لاحظوا الا كانت ا بي سي بهذا الشكل اليني، فين هو المستوى هنا؟ ما كاينش. دونك خصهم يكونوا لي با اليني. دونك تقول لي استاذ غنحاول نشوفوا ياك نمشي ندير انا شي لعبه ولا شي حاجه بحال هكا، تو سامبلومون هادي دير لو برودوي فيكتوريال هو اللي غادي ينفعك في هاد الحاله، حيت هنا انا خدامين في الفضاء انا. دونك غنختار مثلا ا بي فيكتوريال اس. دونك عندك هنا جوج احتمالات، الا خرجوا لك الا حيت دابا جداء متجهين، كنا قلنا كيعطي متجهه، الا خرج لك 0 اي زائد 0 جي زائد 0 ك، يعني كلهم صفر، اشنو كيعني هذا؟ كيعني هذا فيكتور نيل. الا خرجك فيكتور نيل الو راسك كتستنتج ان ا بي سي اليني اليني. علاش مستقيميه؟ علاش؟ حيت نورمالمون لو برودوي فيكتوريال اش كيعطيني؟ كيعطيني المتجهه المنظميه ديال المستوى المكون من دوك المتجهتين. الا كانوا المتجهتين اصلا ما كيكونوش مستوى، اصلا ما هيكونش عندك فيكتور نورمال ديال داك لو بلون. دونك لو فيكتور نورمال نيكزيست با الو ا بي و سي اليني. مي سي الا كان غير احد لو كويفيسيون ديفيرون ا زيرو، غير واحد فيهم، مثلا خرجت لك 0 اي زائد 2 ك زائد 3 جي، واخا كاينه هنا زيرو مادام هنا كاينه جوج تلاتة راها ا بي و سي نون اليني. او خرجوا لك مثلا 3 اي زائد 5 جي زائد 4 ك، او جوج زيروات 0 اي بلس 0 جي بلس مثلا 5 ك. دونك مثلا المهم واخا يكونوا جوج زيروات 0 ما كاين حتى 0، هاد الحالات كلهم كتعني ان ا بي و سي يكون مستوى. متفقين؟ اذا ها نتوما فهمتوا مزيان. باش نقتصدوا حيت حنا جرحنا ديجا كيفاش كتحسبوا ا بي فيكتوريال ا سي، نعتبر مثلا واخا نعطيو مثال باش نهضروا، نعتبر مثلا عندك ا بي لي كوردوني ديالها واحد صفر جوج، و ا سي لي كوردوني ديالها ناقص جوج ثلاثة واحد. دونك ملي غنبغي نحسب انا ا بي فيكتوريال ا سي راه غادي نديرو ديك القضية ديال واحد زيرو جوج موان جوج تلاتة واحد، وغادي نحط هنا اي هنا جي وهنا كا. دونك كيف ما شرحت هنا غادي يكون واحد ديتيرمينون، هنا غادي يكون اي موان واحد ديتيرمينون، هنا غادي يكون جي، ثم بليس واحد ديتيرمينون، هنا غادي يكون كا. صافي. إذا إلا غطينا هنا اي غادي تكون هنا صفر واحد تلاتة جوج، إلا غطينا جي غادي تكون واحد موان دو جوج واحد، وإلا غطينا كا غتكون واحد زيرو موان دو تلاتة. دونك في هاد الحالة هادي غادي نحسبو واحد بزيرو زيرو زيرو ناقص دونك ناقص تا إي، ثم واحد في واحد واحد، واحد
ناقص يعني 1 زائد 4 هي 5، ناقص 5 جي صافي. ثم 1 3 3 3 هي 3 كا. دونك فوالا يعني راه ا و بي و سي ني با اليني. الفورم واحد لو بلون. تخيل معايا كيجيك واحد السؤال بعض المرات كيطاطا كيقول لك اودي كالكيلي، وهذا الشيء اللي بغيت نوضح لكم، كالكيلي لا سيرفاس اس ا بي سي. يعني ما دابا ا و بي و سي اليني كيكونوا واحد المثلث، حسب لي المساحه ديال هاد المثلث. اذا اس ا بي سي كيساوي لا نورم ديال ا بي فيكتوريال اسي ديفيزي بار دو. وهذا الشيء اللي بغيتكم تنتبهوا ليه الشباب. اذا هذا الشيء اللي بغيت نوضح لكم، ملي كنقولوا لا نورم يعني اننا كنشدوا ديك الاحداثيات ديال هذا المتجهه وكنديروا ليها الجذر، كنشدوا موان 6 اس اثنان هي 36، موان 5 او كاري موان 5 اس اثنان هي 25، 3 اس اثنان هي 9، اقسم ليا على 2 واحسب ليا هذا الشيء. دونك 6 5 11 11 9 20 تبقى صفر. دونك 2 2 4 4 3 7 دونك جذر 70 على 2. دونك فوالا فوالا هذا هو ليتيليزاسيون، فوالا هذا هو ليتيليزاسيون ديال لو برودوي فيكتوريال بو كالكيلي لا سيرفاس. اذا الان غادي ننتقلوا لواحد الفقره مهمه اللي كتسمى لا ريبريزونطاسيون باراميتريك او التمثيل البارامتري. ديجا في طخون كومان كنا شفنا التمثيل البارامتري ديال المستقيم الى عقلتو. اذا كنا شفنا ريبريزونطاسيون باراميتريك ديال الضغوط بحيث اننا كنكتبوا اكس ايغريك تساوي كنديروا هنا تلكو تي ابارتيان ا ار، وهنا كنحطوا احداثيات ديال شي نقطه كتنتمي للمستقيم، وهنا كنحطوا الاحداثيات ديال لو فيكتور ديريكتور ديال المتجهه الموجهه بيان سيغ. دونك هادي ديال الدروات. دابا كيفاش غنمثل انا ريبريزونطاسيون باراميتريك ديال بلون اون جينيرال؟ دونك حنايا غنكتبو هنايا ريبريزونطاسيون باراميتريك. اذا ريبريزونطاسيون باراميتريك ديال اش؟ ديال بلون، دو بلون، تمثيل بارامتري ديال بلون. دونك بالنسبه باش نقدروا نحددوا تمثيل بارامتري ديال بلون، ضروري غنحتاجوا لجوج حاجات. غنحتاجوا نقطه تنتمي للمستوى، اذا غنحتاجوا بوان دو بلون بي، نقطة من المستوى، ثم هنحتاجو فيكتور ديريكتور. فيكتور ديريكتور اللي نسميوها اي متجهة موجهة. وهذا نقول لكم من بعد للصلحة هذا التمثيل البارامتري وباش كتنفعنا مزيان. اذا دابا اون جينيرال هاد جوج حاجات هما اللي كنحتاجوهم. الوغ كيفاش غنقدروا حنا نفهموا هاد الشيء مزيان؟ غنعتبروا مثال وغنخدموا حنا في الاول بالحروف نبرهنوا عليها. نعتبر انه عندي واحد اي كيف ما كتشوفوا اللي هي لو فيكتور ديريكتور، لي كوردوني ديالها هو ا بي سي، وعندي واحد النقطه مثلا ا لي كوردوني ديالها هي اكس ا ايغريك ا زد ا. دونك حنايا بغينا لغوبخيزونطاسيون باراميتريك ديال واحد المستوى دايز من هاد النقطة و اي متجهة موجهة. الأمر بسيط، إذا غنقولو سوا ام كتنتمي لهاد لو بلون تلكه، بحيث الناس ديال العربية ام اكس ايغريك زد. إذا الوغ هنا اش كنستنتجو؟ كنستنتجو ان ام و اي غيكونو فيكتور كولينيير متجهتان مستقيمتان. الا كانت ا ام و اي متجهتان مستقيمتان، فان ا ام كتساوي واحد الحرف اللي هو تي، تي ولا اللي كان تي مضروبه في اي، يعني حيت هادو ان سون كولينيير. علاش؟ لحقاش انت عندك واحد لو بلون، فوالا ها هو هاد البلون هذا
وفيه واحد النقطه ا واعتبرتي فيه واحد النقطه ام، و اي متجهه موجهه، دونك هاد الفيكتور مع هاد الفيكتور غيكونوا كولينير بيان سور. دونك الى جينا نشوفوا ا ام شنو هي، هي اكس موال اكس ا، ايغريك موال ايغريك ا، و زد موال زد ا، تساوي 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 تي مضروبه في ا، تي مضروبه في بي، تي مضروبه في سي، حيت لي كوردوني ديال اي هي ا بي سي، دونك بحيث تي ابارتيان لار. دونك في هاد الحاله هتكون عندي اكس ايغريك زد تساوي تساوي تساوي، وهدي وهادو لديك الجهه، وبالتالي هادي تولي ليا اكس ا بلس بلس ا تي بلس ا تي، ايغريك ا بلس بي تي، زد ا بلس سي تي، تلك تي ابارتيان ار. فوالا هذا هو التعبير. نعطيو دابا مثال سريع باش نقدروا نفهموا. مثلا عندي انايا واحد ا لي كوردوني ديالها واحد جوج خمسة، وعندي واحد المتجهة موجهة اي اللي هي واحد ناقص جوج ستة. اذا الى جيت انا نديرها ديريكت بلا ديمونطراسيون، هنكتب اكس تساوي ايغريك تساوي زد تساوي، وندير هكا باش 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 ما نغلطش. اذا هنا انا كندير لي كوردوني ديال النقطة كتنتمي للمستوى. طبعا الا كانوا عندك جوج نقاط مثلا تقول لي صديق عطاني ا وبي، اختار لي بغيتي ديك الساعه، المهم نقطه وحده فيهم. غنحط انا واحد جوج خمسة، ثم لي كوردوني ديال لو فيكتور دي فيكتور ها واحد واحد تي، ثم موان دو تي حيت كاينه موان دو، ثم بليس سيس تي، تلك تي ابارتي على ار. دابا هادي حطيتها بلا ديمونطراسيون، تلك تي ابارتي على ار، هادي حطيتها بلا ديمونطراسيون، مي اون جينيرال ديمونطراسيون جايه من هنايا، مفهوم؟ طبعا كاين بزاف المسائل. مثلا نفترض الى قال لك مونطري واحد النقطه بي لي كوردوني ديالها واحد ستة خمسة، واش كتنتمي لهاد لو بلون ولا ما كتنتميش لهاد لو بلون؟ الامر بسيط، كتشد واحد كتعوضو هنا وكتحسب لا فالور ديال تي، كتسد ستة وكتعوضها هنا وكتحسب القيمه ديال تي، كتشد خمسة وكتعوضها هنا وكتحسب القيمه ديال تي. الى لقيتي تي اللي خرجت لك هنا هي نفس تي اللي خرجت لك هنا هي نفس تي اللي خرجت لك هنا، كتستنتج راه دبي حتى هي كاينه في لو بلون. الا مثلا هاد تي عطاتك 3 واحد تي عطاتك 5، دونك تي اللي لقيتي هنا ماشي هي تي اللي هنا. الا هي واخا يكونوا جوج بحال بحال، الا لقيتي غير واحد تي مختلفه راه النقطه لا تنتمي لهاد لو بلون هذا. اذا هاد الشيء باش تفهموا اكثر المسائل كيفاش دايره. دونك فوالا الشباب كيفاش هادي دابا ليكواسيون بارامتريك ديال البلون. كذلك الى قال لك اودي جبد لي شي نقطه اخرى كتنتمي لهذا المستوى، الامر بسيط، اي قيمه عطيتيها لتي، مثلا الى عطيتي لتي 0 0 0 0 كتلقى 1 2 5 اللي هي هذه. الى عطيتي قيمه تي 1 عوضتي تي هنا بواحد، عوضتي هنا تي بواحد، عوضتي هنا تي بواحد، غادي تلقى اكس وايغريك زد، غادي تلقى قيم اخرين ديال واحد النقطه اخرى كتنتمي لو بلون. دونك هاد الكتابه البارامتريه كتسهل عليا الماموريه. دونك انا غير الا بغيت شي نقطه كتنتمي للمستوى، ايل سيفي سولمون، ايل سيفي سولمون باش نعطي واحد لا فالور ديال تي من راسي، نجبدها من راسي ونعوضها هنا وكنلقى لا فالور ديال اكس و ايغريك و زد. دونك جيسبيغ انه تكونوا فهمتوا مزيان، تبارك الله عليكم، السلام عليكم. اذا الان غادي نناقشوا اخر فقره في هذا الدرس هذا، لي هما لي بوزيسيون غولاتيف، الاوضاع النسبيه ما بين فيلكا و بلون. ها فيلكا اللي هي سفير و بلون، بيان سيغ عندنا ثلاثه ديال الحالات، يا اما انهم ما كيتقاطعوش لا يلتقيان، ما كاينش واحد التقاطع، يا با د انترسيكسيون، يا اما كيكون لو بلون طونجونت للسفير يعني كيمس الدائره، فهم كاين واحد التماس، يعني نعتبروا ان هذا المستوى مماسي لهاد السفير، استسمح الفيلكا ماشي الدائره. ثم المرحله الثالثه هو ان لو بلون كيخترق هاد الكره وكيكون تقاطع في واحد السيركل في الوسط، مفهوم؟ اذا ما تنساوش انه هاد السيركل عنده واحد الشعاع ماشي هو الشعاع ديال هذا، حيت كيقطعوا في واحد المسافه، وقت الدائرة اللي كتكون هنا غادي وكتكبر كتكبر حتى كتوصل للمقص ديالها اللي دايز في القطر،
وعاوتاني كتبدا الدوائر صغار. تخيل معايا عندك كره وكتقطعها بالموس، كتقطعها دونك هنا كتخترق في هذا البلو. دونك دابا السؤال اللي مهم، كيفاش انا غنديمونطري تيوريكمون بالحساب، كيفاش غنديمونطري هذه المساله؟ الامر بسيط، انت كيكون عندك انت اغ، ديجا انت عندك اغ لا فالور ديال هاد اغ، وكتكون عندك لي كوردوني ديال اوميغا. دونك انت اش كدير؟ كتمشي تحسب دي ديال اوميغا ما بين اوميغا و لو بلون بي، دي ديال اوميغا مع لو بلون بي يعني المسافه، وهذه شرحتها، شرحت القاعده ديالها كيفاش كتحسب. دونك كيعطيك واحد لا فالور، الا لقيتي هاد دي كبر من لو غايون ديال لو سفير، يعني كبر من الشعاع ديال السفير، راش كتستنتج؟ كتستنتج انه ما كاينش تقاطع، حيت المسافه ما بين اوميغا و لو بلون مثلا هي 13 وانت الشعاع عندك هو 6، اذا هذا كياكد ان هذا لو بلون بعيد على هذا الفلكه هذه، وبما انه بعيد صافي كتعرف انه راه ما كيهمكش، صافي ما كاينش تقاطع. بون، اما الا كان هذا لو بلون بي بمس لهاد الفلكه، يعني لو بلون بي، بلون بي طونجونت، طونجونت يعني مماس، مماس امتى؟ ملي كيكون عندك المسافه ما بين اوميغا و لو بلون هو نيت لو غايون، بويسك لا ديستونس بيناتهم هو نيت لو غايون، دونك راه كيخرج ليا انه كنستنتج انه راه كاين تماس، ان لو بلون راه بمس لهاد السفير هادي. دابا هنا المعقول، اذا هنا اكيد فهمتوا شنو كاين، هو او الثاني كتمشي تحسب، كتمشي تحسب المسافه ما بين اوميغا و لو بلون وكتلقاه صغر من لو غايون، كتستنتج انه لو بلون كوب، كوب كاين هنا تقاطع، يعني كوب لو سفير كاين هنا تقاطع. احيانا كيجيك واحد السؤال في الامتحان الوطني كيقول لك بين ان المستوى يقطع الفلكه، يعني الكوب لو سفير يديتيرمين لو غايون دو لا سيرفاس. دونك حيت لا سيرفاس كيفاش كتكون؟ كتكون دائره، كيقول لك عرفتي لقى لي الشعاع ديال هاد الدائره شنو هو، هاد اغ مينيسكيل نسميها اغ مينيسكيل، لقاها لي شحال. اذا نتايا اشنو خاصك تكون عارف؟ واحد القاعده اللي هي اغ كتساوي لي شنو؟ غاسين ديال اش؟ ديال هاد ديال هو الاول ديال هاد المسافه كلها، شكون هي؟ هي من هنا حتى لهنا هي اغ او كاري زائد هاد ناقص، استسمح، ناقص هاد المسافه هذه اللي هي دي. دونك ناقص هاد المسافه هذه اللي هي دي اوميغا بي او كاري. دونك انا هادي ندير غير دي او كاري، ناقص دي او كاري. دونك هنايا كاين ما يتقال، حيت انت بغيتي لو غايون، واضح؟ دونك هنا راه تقدر تلقاها بحال مبرهنة فيثاغورس، واضح؟ اذا نورمالمون اذا جينا اعتبرنا هاد المثلث، غادي تلقى ان هذا اللي هنا هو غروند اير، وغتلقى هذا هو بوتيت اير، وغتلقى هذا هو دي. دونك غروند اير او كاري كتساوي دي او كاري زائد اير او كاري، الو اير او كاري كتساوي اير او كاري ناقص دي. دونك غير فيثاغورس غادي تلقاها، وبالتالي كنستنتجو هاد لا فالور هادي. فهم؟ لاحظ الا كانت دي المسافه، المسافه هنايا الا كانت دي مثلا نفترض هي زيرو، يعني لو بلون كيقطع للصفر على جوج، راه تخرج ليا لو غايون ديال هاد الدائره اللي في الوسط هي نيت غروند اير او كاري. يعني الا كانت لا ديستونس ايكال زيرو، دونك غيكون التقاطع في الوسط، وهاد الدائره اللي في الوسط الشعاع ديالها هو الشعاع ديال الصفر نيت. دونك فوالا شباب، هادو هما الاوضاع، هادشي راه بسيط والله الا بسيط الصراحه بسيط. اذا كنتمنى لكم التوفيق، وهادي نبداو ان شاء الله في الامتحانات الوطنيه، ان شاء الله نخدموا واحد الامتحانات الوطنيه، نبداو البريباراسيون ان شاء الله. طلعوا ليا فراسكم.